بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن دعوة الخليفة عمر بن عبد العزيز بتجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما سمي بالتدوين الرسمي للسنة، كان الحقيقة يعتبر شرارة الانطلاق في مجال التأليف والتصنيف والكتابة، واللي بعد كده يعني أخذت أنها تتطور أو بدأت تتطور تدريجيا وتتسع، وخطى معها التأليف والتصنيف يعني خطوات واسعة جدا في زي ما قلنا قبل كده في القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. ليه؟ لانتشار الكتابة وتطور أدوات التدوين والحفظ اللي هي بدورها معينة على تنشيط عملية التأليف. وبالفعل ظهرت أصناف متنوعة من المؤلفات مبكرا جدا في التاريخ الإسلامي، مؤلفات فيها نوع من الابتكار والإبداع، ولم تكن الحقيقة مادة هذه المؤلفات وليدة اللحظة، إنما هي قامت على أساس من جهود كبيرة سبقتها من جهود الصحابة الكرام والتابعين رضي الله تعالى عنهم في مجال حفظ الحديث الشريف وتوثيق الحديث الشريف وكذلك فهم الحديث الشريف. التطور التدريجي للسنة وعلومها أثمر عن ظهور مؤلفات رائدة ومبتكرة في فنون الكتابة والتأليف، زي ظهور ما يسمى بالأسانيد اللي احنا أشرنا إليها قبل كده بأنها مؤلفات بتختصر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أقوال الصحابة والتابعين. ظهر ما يسمى كذلك بالمصنفات، بعدين الأسانيد المصنفات. المصنفات هي في علوم الحديث معروفة بأنها المؤلفات المرتبة على نفس ترتيب الكتب الفقهية المعلوم إن لها ترتيب موضوعي معين.
وهي مع المصنفات مع وجود أو تدوين فيها الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في المصنفات بجانب الحديث، بتجد برضو أنها هذه المصنفات بتروي آثار الصحابة، يعني أقوال الصحابة الكرام وأقوال التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، زي مصنف مشهور عبد الرزاق الصنعاني، وده يعني كان مولود 126 هجرية وزمن مبكر قوي في عملية التأليف ونوعية هذه الكتب، وغيره طبعا، وظهر في مجال التأليف مبكرا برضو في علوم الحديث في وقت بدري جدا في التاريخ الإسلامي، تأليف بتهتم بالرواة، التأليف في الرواة اللي بيروا الحديث، ودي برضو ثمرة أخرى مباركة للدعوة اللي كان أطلقها قبل كده أو أمر بها الخليفة عمر ابن عبد العزيز، واللي بتعكس الحقيقة عناية علماء المسلمين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما اتصل بالحديث أو كل ما اتصل بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من علوم وأصول، لأنه بسبب هذا الأمر أو ذلكم الأمر الذي أمر به الخليفة عمر بن عبد العزيز، هذا الأمر الرسمي بجمع السنة وتدوينها تدوينا رسميا، كان فيها برضو حرص الخليفة على الحفاظ من خلال ذلك على جهد السابقين من الصحابة والتابعين للسنة المطهرة، لأنه وقت ما أمر بكده مش ما كانتش السنة موجودة، لا السنة موجودة وعلماء الحديث يعلمونها جيدا وهي محفوظة في السطور وفي الصدور، كل المسألة كان مشروع قومي، يعني ساعتها مشروع الدولة ساعتها في خلافة عمر بن عبد العزيز، وده كان ليه بقى أثار كبيرة جدا في عملية التأليف والتصنيف وغيرها زي ما شفنا النهاردة، وكان من أثار برضو ذلك النشاط العلمي، يعني نشاط حركة التأليف وإبداع المسلمين في التأليف والتصنيف، لأن كل ده تأثر به الغرب بعد كده، العقل المسلم عقل علماء المسلمين في تصنيف وتأليف الكتب، واللي ده ساهم فيه هو الأساس في أنه تشكيل العقل المسلم بهذه الصورة العلمية الدقيقة شكلها القرآن الكريم وكذلك وشكلتها السنة النبوية المطهرة. فقام أهل العلم بالتأليف في رواة الحديث الشريف، وده مبتكر، علم مبتكر بيذكروا فيه السلسلة اللي بتروي الحديث، يجيب مثلا الراوي مثلا، يعني اللي هو مخصوص بعلم الرجال، فيذكر اسم الراوي، اسمه ايه الراوي ده، كل رواة الحديث اشتغلوا عليهم وعلى سيرهم الذاتية، فيقول لك اسم الراوي ايه، الكنية بتاعته واللقب، امتى اتولد، امتى توفي، البلد اللي هو اتولد فيها، الأماكن اللي ربما هو اتنقل إليها، مين شيوخ الراوي دول اللي رووا عن أو اللي روى عنهم الحديث، ومين تلامذته كمان اللي أخذوا عنه الحديث. العلماء وثقوا كل ده ودونوا زي ما نقول كده سلسلة التعليم والتعلم للراوي، فذكروا الراوي ممن تعلم، يعني تعلم على إيد مين، وممن علم، مين تلامذته اللي علمهم، يعني علم مين، وهكذا في كل رواة الحديث الشريف. ده بجانب يعني هو عاملين سيرة ذاتية عن كل راوي، وكمان كانوا بيبحثون في سيره وسلوكه، وبيسألوا عن الرواة إذا الراوي ده تورط في عمل شيء أو حاجة تشبه ذلك، فيعني أشبه ما زي ما قلنا قبل كده ما بنقول اليوم إنه بيعملوا عنه زي صحيفة جنائية، تورط في شيء، بدر منه حاجة، كل ده بيوثق لتوثيق عدالة الراوي من غير ذلك، يعني شوفوه هو ده عدل ولا مش عدل، لأن ده ليه أثر في مسألة نقد الحديث الشريف، وده كله مع توثيق مدى ضبطه للحديث الشريف، إزاي تلقى الحديث وإزاي حفظ هذا الحديث، فبيتكلموا عن عدالة الراوي وعن ضبط الراوي اللي هو محفوظ وحفظه، درجة حفظه، درجة تثبته، درجة أمانته في نقل
الحديث، فظهرت بقى مؤلفات مبكرة في ذلك الموضوع، وفي مؤلفات كتيرة أقدمها مؤلف يحيى ابن معين، وده يعني ولد 158 هجرية، ألف كتاب تاريخ الرواة، ورتب المؤلف بتاعه ده على حروف المعجم، جايب الرواة مرتبهم بأساميهم على حروف المعجم، وجايب بقى كل المعلومات عن كل راوي عشان علماء وطلبة علم الحديث، لأنه كانت في مدارس بتعلم الحديث سندا ومتنا، والمدارس العلمية دي فيها طلاب، الطلاب دول بيحتاجوا للبحث، يعرف مين الراوي، من رواة هذا الحديث، من ذلك الحديث، والسلاسل الرواية، فلان خد عن فلان عن فلان، سلسلة العلم والتعلم، كل مريد بينقل عن شيخه، وذاك الشيخ له أستاذ فينقل عن شيخه، وهكذا. وبرضو من المؤلفات في هذا كان برضو ألف محمد بن سعد الواقدي، وده ولد 168 هجرية، وألف كتابه الطبقات، وترجم فيه، يعني اتكلم فيه عن الصحابة الكرام فالتابعين فمن بعدهم إلى وقته، يجيب كل صحابي ثم كل تابعي ثم من تبعهم وهكذا إلى وقت زمانه، سير ذاتية كاملة مع الحديث عن مسألة العدالة ومسألة الضبط، علم عظيم جدا، بحر كبير جدا. هذا العلم عشان كل ده خدمة المسلمين، علماء المسلمين للحديث النبوي الشريف. شوف لما تشوف الجهد ده وتشوف النهاردة من يتكلم بما لا يعلم، ونضيع جهد كل هؤلاء اللي اشتغلوا على الحديث الشريف، النص الحديث، واللي نقلوا الحديث. شوف دقة المسلمين، وصلت إنهم مؤلفات كاملة في علم الرجال، يعني رجالا ونساء من رواة الحديث الشريف، وإن كل راوي له سيرة ذاتية موثق فيها كل شيء عنه، عشان يشوفوا مدى عدالة الراوي وكذا مدى ضبط الراوي للحديث الشريف. من المؤلفات الشهيرة في علم الرجال كمان ألف الإمام أحمد بن حنبل كتابه التاريخ، هو كتاب شهير، وكمان علي المديني، يعني هو كان برضو ممن ألف في ذلك، ألف في حاجة يقول لك الأسامي، الكتاب ألف في الأسامي والكنى ومعرفة من نزل من الصحابة على سائر البلدان، يعني مش بس الصحابة انتشروا مع الفتوح الإسلامية، راحوا شرقا وغربا، فكل صحابي بيروح في البلد اللي بيروح إليها بيعلم هناك مما تعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن سافر إلى بلدان كثير من الصحابة وكانوا رواة للحديث الشريف، فكانوا بيسافروا ويعلموا أهل البلد اللي راحوا إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده مثلا مؤلف بيتكلم في علم الرجال، وكمان بيوثق أسفار هؤلاء والبلدان اللي راحوا إليها، ودي برضو توثيق مهم جدا، وكان مبكرا جدا. من أنواع برضو المؤلفات المبتكر اللي ربنا فتح بيها يعني على علماء الحديث الشريف، ظهور مؤلفات في معرفة علل الحديث. إيه علل الحديث؟ العلل، عارف لما تقول فلان يعني عليل، يعني تقول مريض، والكلمة دي أصلها في اللغة، لكنها في الحديث، في مصطلح الحديث ليها تعريف كثير عند علماء الحديث، لكن التعريف الشائع والغالب أنه علل الحديث، يعني أنت بيكشف المتخصص جدا في علم الحديث عن الخلل الخفي اللي ما يبقاش ظاهر، الخلل الخفي اللي ممكن يكون في الإسناد، أو الخلل الخفي في المتن، يعني في سلسلة الرواة اللي نقلوا الحديث، أو في نص الحديث، يعني تمييز الحديث الصحيح من غيره. ده كان بدري جدا ابتدأوا هذا العمل العلمي، وده النوع ده من أنواع التأليف يعني بيمثل جهود المسلمين في مجال نقد الحديث الشريف، بتمييز الصحيح من غير الصحيح. ومن نماذج هذه المؤلفات كتاب زي كتاب التاريخ، وكتاب زي كتاب العلل للإمام يحيى بن معين،
وده كان ولادته كان 158 هجرية، 158 هجرية. شوفوا قد إيه بدري بدأ تظهر المؤلفات اللي بتنقد النقد، معناه تمييز الحسن من الرديء، فبيميز الحديث الصحيح من غيره، جهد عظيم من علماء المسلمين. وكتابه ده سواء في التاريخ أو في العلل كان بيذكر يعني أو اهتم بذكر بعض الرواة وبعض الروايات الحديثية اللي قاموا بروايتها، وبيبين مواضع القدح فيها. ده عمل علمي نقدي في عصر مبكر جدا في تاريخ الإسلام، بل دعونا نقول في تاريخ عمل علماء الحديث في خدمة الحديث الشريف. كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل يعني ولد 168 هجري، وظهر كذلك أنواع كتيرة جدا من التآليف. وإحنا هنا لما بنقول بعض الأسماء وبعض المؤلفات ونشير إلى الزمن عشان نقول المسألة بادية، إحنا كده لسه ما دخلناش على كتب الصحاح، ما دخلناش على البخاري اللي عامل أزمة لكثيرين، ما دخلناش على باقي أعمال العلماء المسلمين اللي مش جاية كده، يسبقها جهد عظيم وتأسيس ابتدى منذ زمن النبوة الشريف، زمن النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، زمن النبوة وعمل الصحابة سواء في المدينة، في مكة، في أسفارهم اللي انتقلوا مع الفتوحات، وبعد كده جيل التابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين، ودول كلهم خدموا علماء الأمة، خدموا الحديث الشريف خدمة دقيقة وعجيبة. من المؤلفات اللي ظهرت كمان التأليف فيما يسمى بالموطئات. يبقى احنا شفنا الأسانيد، شفنا المصنفات، شفنا كتب في التاريخ بتحكي عن رواة الحديث في علم الرجال وما هو أكبر وأوسع كمان من ذلك، شفنا بما يسمى بالموطئات. ومن أشهر من ألف في هذا النمط كان موطأ الإمام مالك، إمام دار الهجرة وكبير المحدثين. الإمام مالك ولد 93 هجرية، 93 هجرية، متوفى سنة 179 هجرية. شوفوا الإمام مالك الزمن بتاعه كان قد إيه مبكر، 93 هجرية. وفي بعد ذلك مكث الإمام مالك لما بدأ يدرس العلم، وهو عاش في المدينة وبدأ يألف كتابه الموطأ ده، ألفه في 40 سنة كاملة ينقح في الكتاب ده، موطأ الإمام مالك، ويهذبه وبيرتبه على غرار ترتيب الأبواب الفقهية. وكمان كان من عادة الإمام مالك أنه يذكر عقب عنوان الباب، كل باب عمل له عنوان، الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده كمان يجيب ما ورد فيه من الأثار عن الصحابة والتابعين، وخاصة من أهل المدينة لأنه لم يرحل عنها رضي الله تعالى عنه. وأحيانا كان بيذكر إيه عمل ما عليه العمل اللي هو عمل أهل المدينة، وده يعني توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى الإمام الجليل. وكمان يقول لك إيه اللي مجمع عليه في المدينة. وأحيانا تجد كده أنه بعد ما يذكر الحديث أحيانا بيطبع ذكر الحديث بأنه يفسر كلمة تكون لغويا مش واضحة، أو بعض الجمل من باب التيسير على طلبة العلم. وقيل أنه الإمام مالك أو قيل في سبب تسمية بذلك الموطأ، موطأ الإمام مالك، قال لك لأنه هو بيهيأ فيه، بيمهد فيه، بيسهل فيه على طالب العلم، لأن الإمام رحمه الله وطأه يعني سهله، قربه، رتبه للناس بالكتابة والتبويب والشرح والتعليق. ده عمل مبكر جدا جدا،
أن يوصل المسلمون أو يصل المسلمون في ذلك الزمان، لأنه يصنف الكتاب بهذا الترتيب وتبويب وتنظيم ويعمله بطريقة معينة، زي ما النهاردة لما بتشتري كتاب بتطلع إلى فهرس الكتاب عشان يسهل على القارئ فهم الكتاب ده تناول إيه من موضوعات، وبيسهل عليه البحث في مسألة بعينها يبحث فيها. كذلك في هذا الزمن المبكر وفق الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة إنه يبوب وينظم ويرتب الموطأ بتاعه بهذا النظام اللي يسر على طالب العلم، وأصبح ما جاء فيه من الأحاديث والأحكام حتى سهل المنال بالنسبة لطلبة العلم، بيأخذ منه كل طالب علم ما يحتاج إليه. وقيل برضو أنه سمي بالموطأ أنه هو الكلمة جاية من المواطأة أي الموافقة، لأنه جاء في مقدمة تحقيق كتاب الموطأ لمحمد فؤاد عبد الباقي، وقال جاب الرواية دي، فبيقول قال مالك: عرضت كتابي هذا، الإمام مالك بيوثق أنه بعدما أنهى الكتاب بتاعه عرضه، كان بيقرأ، ودي من الطرق اللي كانت مشهورة جدا في إن هم يعرض المريد على الشيخ أو على كبار الفقهاء ما كتبه، ياخد الإجازة على ذلك. فالإمام مالك قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني أي وافقني عليه، فسميته الموطأ. الكلام ده كله بنقوله عشان نؤكد على إنه الحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث تطورت وتدرجت، وإنه ابتدأ العمل فيها منذ زمن النبي الشريف، منذ زمن النبوة. اجتهاد الصحابة في تلقي الحديث من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعملوا نوبات اللي مشغول في أعمال ويجي مع زميل له آخر يتناوب معه على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الحديث. وشفنا جلسة الصحابة يقعدوا مع بعض يذكروا الحديث زي ما روى سيدنا أنس، يتدارسون الحديث يفهموا ما فيه عشان يعملوا بما جاء به. ده بجانب السنة العملية اللي كانوا بيشوفوها بأعينهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التقريرية، إجازته لمواقف وأفعال وتصرفات صلى الله عليه وسلم، رآها الصحابة الكرام كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، حتى منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة الحديث الشريف منهج كله رفق، وكله يعني رفق، وكله عناية بأنهم يتشربوا هذا الحديث الشريف. كان من سنة النبي أنه يكرر ما يقوله 3 مرات، وده من باب التوثيق والتأكيد. مش يجي واحد يقولك إزاي يعني هيحفظوا هذا الحديث إزاي، لأنهم كانوا قاعدين متفرغين لطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بجانب أنهم كانوا بيتلقون الوحي الأول وهو القرآن الكريم، كذلك الوحي الثاني والسنة النبوية المطهرة. جهد عظيم قام به الصحابة الكرام في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجيل اللي وراهم، جيل التابعين وتابع التابعين وهكذا. واللي يشكك في هذا الأمر هو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام والتابعين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لما بذلوه من جهد عظيم في الحفاظ وحفظ السنة النبوية المطهرة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نلقاكم إن شاء الله بعد هذا الفصل. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ناخد الأسئلة معانا.
معانا استاذه وفيه. انا معاك اهو، انا معاك. اتفضلي يا فندم، انا مع حضرتك. سيادتك الدكتوره الاول. اتفضلي يا فندم، انا معاكي. انا عايزاكي تدعي لي عشان انا عندي عمليتين في راسي. حاضر، ربنا يشفيكي. ادعي الاول وعافيك. وكل اللي بيسمعني دلوقتي ادعي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. اللهم امين اجمعين. نعم. بنتي خدت الذهب بتاعي. انا كنت تعبانه، ما كنتش واعيه، يعني لو كنت سليمه قلت اديتها ده. فاخوها كان جايب لي ذهب، جايب لي انا ذهب، والله ما لبست. بقول لها اوزني يا نور، لا وتبهاتي ندي لاخواتك، لا حماتي تسوق يا حماتك دخلت الخزنه ومش عارفه ايه، ما مش راضيه اجيبه بحكم الدين ان ولادي ياخدوا الجدعان ياخدوا في الذهب. يعني هي اللي خدت الذهب ولا الشباب اللي خدوا الذهب؟ لا هي اللي خدت الذهب، ما خدوش ذهب، البنت اللي خدت الذهب لوحدها. فبقول لها ادي انا هدي للجدعان. وهي هي قالت لحضرتك انها خدته ولا حضرتك عرفتي يعني؟ لا انا اديته لها بس ما كنتش واعي، انا ما كنتش واعي. انا كنت يعني ميه دخلت على راسي، كل حاجه حد يقول حاجه اقول هي جات لحضرتك في الوقت ده وقالت لك انا عايزه الذهب، قلت لها خديه. فراحت هي خدته. فخدت الذهب من حضرتك باجازه منك وانت مش في وعيك. طيب ولما قلت لها هاتيه دلوقتي مش راضي اجيبه، ده بدي ده بوزنيه، لا عشان ادي للجدعان. ايوه طب هاتيه ندي لاخواتك، لا كل حاجه، لا لا ده بوزنيه يا بنتي عشان انا حرام عليا ولا لا هروح النار بسرك. ده بعد الشر عنك. انا هروح وهي هتروح لان احنا الاثنين ما هنتسال عنه. ايوه بس انت الامر ده اتحصل غصب عنك مش بمزاجك. طيب غصب عني انا. حاضر انا هرد عليكي، بس انت ما ايه طالما انت تعبانه وفي حاجات تعباكي ما تضغطيش على نفسك. ان شاء الله خير. ربنا يشفيكي ويعافيك. استاذه نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا ست نغم، اتفضلي يا فندم. شكرا حضرتك. في سجدة التلاوة. ايوه. المفروض القدم يكون متغطي زي السجدة العادية. تبقي ساترة الرأس يعني، نفس الشروط. حاضر. السؤال اللي بعدين في دعاء الاستخارة بيبقى قبل ولا بعد التسليم من الصلاة؟ حاضر. في نفس دعاء الاستخارة ممكن أسمي أكثر من حاجة؟ تمام حاضر. السؤال الأخير، حضرتك شرحت بين الفرق بين الروح والحياة. تمام. هل في مريض في غيبوبه هيبقى عنده روح ما يبقاش حياه؟ مريض في غيبوبه هيبقى في روح ما فيهوش حياه، حضرتك كنت تقصدي كده؟ حاضر. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. معانا استاذه خلود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حضرتك يا دكتور. الحمد لله رب العالمين. اتفضلي يا فندم معاكي. سمعتي يا دكتوره، انا بقرا القران وما بعرفش اقرا بالتجويد، فبقرا قراءه عاديه. ايوه. ما فيش حد قريب يعلمك او ياخد بايدك في القراءه؟ انا على قد ما بقدر يعني في الكسره والضم، يعني على قد ما اعرف انطق. بتقري بالتشكيل وتحاولي تلتزمي بالتشكيل اللي موجود، لكن احكام التلاوه مش موجود. والسؤال الثاني، انا ما بصليش الفجر حاضر، بصلي الصبح ركعتين قبليه وبصلي الصبح ركعتين، وبعد كده بصلي الضحى 4 ركعات، كل ركعتين لوحدهم. يعني انت دلوقتي ما بتصليش الفجر حاضر؟ بتصلي، عايزه قصدك تقضي السنه يعني القبليه؟ بصلي الصبح لما اصحى كده الساعه 7. بتصلي الاول ايه؟ ركعتين لله كده، وبعد كده بصلي الصبح ركعتين لله. تمام. وبعد كده الفرد. الفرد ركعتين، وبعد كده بصلي صلاه الضحى 4 ركعات، بس كل ركعتين واسلم. تمام. تعال كده صح ولا حاضر. شكرا. معانا استاذه نسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه نسمه ورحمه الله وبركاته. والله انا معايا اخويا يعني متلم على اصحاب السوق كده وبيشرب حاجات وحشه، فهو دلوقتي بيتعالج، فعايزاك تنصحيه بحاجه ان هي دي حرام. ومعايا سؤال تاني، هو بيزعج يعني مع امه، بيزعج
جامد، فبر الوالدين عايزاه هو يفهم، هو سامعك دلوقتي، فاحنا عايزين يعني هو بر بوالديه، لا هو مش بيضحك معاهم، عايزاك يعني تفهمي بيتخانق معاهم يعني. فاحنا هو دلوقتي يعني احنا خليله معانا في البيت لفترة، ان هو يبعد عن صحاب السوق ويبعد عن اللي هو بيعمله. اتعالج يعني ولا ما لسه في العلاج، تحت العلاج؟ تحت العلاج. فانا عايزاك تفهميني ده حرام وغلط، يعني احنا بنحبك في الله والله العظيم يا استاذة نادية. ربنا يجازيكم عني كل خير، وانا بشعر بهذا الحب، انا لا اراكم لكن انا بحس بده. ربنا يبارك لنا في حضراتكم جميعا. ده سؤالك، الرسالة إلى الأخ الفاضل. حاضر معانا أستاذة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذة منى. أنا عندي ابن متزوج تقريبا داخل على سنتين ومعاه طفلة صغيرة، لكن في مشاكل دايما بينه وبين زوجته، خلقوا على أي حاجة، لو أي نقاش، لو أي حاجة، وهي دلوقتي سايبة البيت. هو عنيد، هو عنيد جدا بطبعه، بقعد اكلمه كتير على اساس ان هو يعني يرجعها وكده، هي على قد ما هي عصبيه وكده لكن هي قلبها طيب وبتعمل اي كلمه. انا نفسي ان هم يبقوا كويسين مع بعض، انا نفسي يبقى ليا دور، مش عارفه يبقى ليا دور خالص. هو بيعند يعني، انت شايفه ان هو العند هو اللي عامل المشكله دي اكتر؟ تاني وبيجي اخر الاسبوع. انه ايه يا فندم؟ هو شغال في محافظة في أكتوبر وبيجي آخر الأسبوع. تمام. يعني دايما في بينهم مشادات، أنت ما بتسألش، أنت ما بتعملش، هو أنا مش فاضي الشغل، يعني فاهمة حضرتك. طب هي الزوجة دي بتقبل من حضرتك النصيحة؟ جدا. وبتنفذ؟ بس أحيانا لما الحاجة بتيجي على كرامتها هي ما بتبقاش قابلة، تقولي مش قادرة. وحضرتك شايفه ان الامر وصل لحد الكرامه وكده ولا ممكن يعني هي دلوقتي غضبانه، هي دلوقتي غضبانه في بيت اهلها ومش راضيه ترجع لما هو يصالحها. هو بيقول لك انا ما مشيتهاش، هي تيجي لوحدها. طبعا ايه، ما يصحش، انا عايزه اقنعه ان هو يتواصل مع عائلتها، هو راكب دماغه بالمعنى يعني. مش عارفه اعمل ايه، وهي ما كانتش صعبانه يعني عليا البنت الصغيره، وبرده هي ما كانتش سابت البيت، واحنا دايما بنقول كده للستات ما يسيبوش البيت يعني عند اي مشكله. كتير نقول لهم، بس الشباب بقى العنفوان بتاعهم والعصبيه، العنفوان بتاعهم اللي مخلي نسب الطلاق يعني حاجه صعبه يعني جدا يعني. يعني احنا مستعدين ان في حاجه قويه تخرب عليها بيت طبعا، كلها كلام هايل طبعا، وده طبيعي في بداية أي حياة زوجية. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. مرحبا بحضراتكم الأستاذة وفية، نكرر الدعاء لها، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب العالمين. وهي بتقول إن بنتها أثناء ما هي كانت تعبانة، وهي عاملة عمليتين في الدماغ، وبتقول إنه أثناء تعبها وعدم وعيها وهي مش مركزة، قالت لها هاخد الذهب، قالت لها خديه. بتقول لما فقت قلت لها انا كنت تعبانه وانا عايزه الذهب عشان انه ارجعه ليا مره تانية او اساوي بينك وبين اخواتك، فهي رافضه، ورافضه حتى توزن كم الذهب عشان هي عايزه تعدل بين الجميع. احنا معلوم في الشرع ومقرر في الشرع الشريف ان اخذ الانسان ما ليس بحقه ده شيء محرم، ومعلوم ذلك، وإذا كان ده في شأننا شأن الناس مع بعضها البعض، فما بالنا بأكثر الناس جاءت عليهم الوصاية في القرآن الكريم سواء الأم أو الأب. وليس اللي عملته هذه الفتاة أو ما فعلته هذه الفتاة غير منضبط شرعا، ويجب عليها إنها ترجع هذا الذهب مرة تانية، لأن أنت حضرتك موجودة وما زلتي على حياة عينك، يعني أنت موجودة، المفروض الحاجة بتاعتك دي معاكي ترد إليك مرة أخرى. أنت حضرتك بتقولي أنا هدخل النار وهي هتدخل النار، نسأل الله السلامة للجميع.
لكن انت حضرتك ما كنتيش في وعيك عشان انك تمنعي احد، انت كنت عايزه تديله، انما هي اخذت ما ليس بحق لها. والنبي عليه الصلاه والسلام وجهنا الى انه لا يطيب لمسلم ان ياخذ اي شيء ليس من حقي، وانه يستحل هذا الاخذ ويستحله كده من غير رجع. يعني حتى انت عماله تقولي لها رجعي الحاجه عشان انا عايزه ادي لاخواتك. النقطه الثانيه، حضرتك لم تكوني في وعيك، وفي نفس الوقت لم تقصدي اعطائها هذا الذهب. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يهديها وانها ترجع الحاجه دي مره ثانيه. ولا مانع من ان انت حضرتك تقعدي في مجلس عيله كده وتقولي يا جماعه انه حصل انه اختكم خدت الذهب، وانا اثناء الغيبوبه واثناء التعب بتاعي، وانا حقيقه لم ارد ذلك، وانا طلبت منها ارجاع الذهب ده انا عايزاه. ونسال الله سبحانه وتعالى السلام. بالنسبه للسؤال بتاع الاستاذه نغم عن سجود التلاوه، احنا قلنا قبل كده سجود التلاوه بيشترط لها ما يشترط للصلاه من ستر العوره يا صاحبه السؤال. وطبعا في كلام، في نقاش للفقهاء حول هذه المسألة، لكن هذا الأحوط في هذه المسألة. السؤال الثاني بالنسبة لدعاء الاستخارة، هو قبل أو بعد الصلاة؟ بيكون بعد الصلاة، وبيجوز أن تكون الاستخارة لو أنا عايزة أسأل الله أكتر من أمر، يجوز أن تكون الاستخارة على أكتر من أمر. والأولى والأفضل أن أنا أجعلها، يعني أجعل لكل أمر أنا أريد أن أستخير فيه استخارة واحدة. وأذكر بأن صلاة الاستخارة معناها أنها دعاء، اللي هي كمان دعاء الاستخارة، دعاء استعانة. الإنسان بيصلي ركعتين عشان يمتثل للسنة، وبعد الركعتين بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، فيسأله التوفيق في الأمر اللي هو بيستخير عليه. إذن دعاء الاستخارة دعاء استعانة، الإنسان بياخد بكل الأسباب المتاحة بالنسبة له، ومن الأسباب أن يسأل الله التوفيق ويستعن بالله سبحانه وتعالى على ما يريد أن يحققه وما يريد أن يقوم بأدائه. بالنسبة حضرتك بتقولي، بتسألي عن حال المريض اللي هو في الغيبوبة، هو ده بيبقى في روح ولا في حياة؟ هو فيه الروح وبيحكم عليه بالحياة، هو فيه الروح، وعشان فيه الروح بيحكم عليه بالحياة يا صاحبة السؤال. بالنسبة للأستاذة خلود، بتقرأ القرآن الكريم من غير تجويد، فبتقول هل أنا مأجورة؟ يا أستاذة خلود، بالنسبة لقراءة القرآن الكريم بغير أحكامه، أنت بتجتهدي بالمتاح بالنسبة لك حاليا، فأنت مأجورة إن شاء الله. لكن ده لا يمنع من سعي الإنسان المؤمن لأن يتعلم، على الأقل من خلال السماع، من خلال التطبيقات اللي بتنزل على الموبايلات، ان انا اشغل ده واسمع اكتر، اللي بيبقى فيها التكرار للايات وتكرار للسور، ودي متاحه وكثيره. او انا بسمع من المذياع العادي او من المحطات المعنيه بتعليم القران الكريم. ده على الاقل يبقى الانسان بيسعى حتى السوره اللي هو عايز يقراها او اللي عايز يتعلمها انه يسمع، لانه السماع ده برضو بيمكن من، بيسر عملية التعلم والحفظ إلى أن تجدي من تقرأين على يديه أو على يديها لتتقني تلاوة القرآن الكريم. حضرتك بتتكلمي عن أنه حضرتك ما صليتيش الفجر، حاضر، فبتصحي تقضي الفجر، بتصلي الأول كده ركعتين وبعدين بتصلي الفجر وبعدين بتصلي الضحى. طبعا إن شاء الله أنت، ما أنا إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأنت نمتي عن صلاة الفجر، فلما بتصحي بتقومي بقضاء صلاة الفجر. ووقت الضحى معاكي، معاكي من بعد الشروق بحوالي تلت ساعة، وقبل صلاة الظهر بتلت ساعة تقدري، ده وقت الضحى يا أستاذة خلود. إحنا معانا نسمة ومعانا منى، معرفش الوقت أصحاب السوق. طيب معلش، النسمة ومنى هنكمل الرد
بكره باذن الله تعالى عشان مداهمه الوقت لينا، ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء امتثالا لامره، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم انا نسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.